السلام عليكم، ازيكم شباب؟ واهلا بيكم في فيديو النهارده. الفيديو بتاع النهارده ده المفروض يكون اترفع بقاله قرون، بس لسبب ما مش عارف ليه كنت بكسل ان انا انزله. فيديو النهارده هيبقى الجزء رقم 3 من تمرينه البوش بول ليج، وهو تمرينه الليج او تمرينه الرجلين بكل انواعها. انا بدي في تمرينه النهارده، وكالعاده حابب اشكركم كل الدعم بتاعكم، ويا ريت لو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان اول ما انزل فيديو يوصلك شعور ان انا نزلت فيديو، وتديني لايك علشان بقى ايه الفيديوهات الجايه بقى يا معلم هيبقى فيها ايه؟ كنافه بقى ومحاشي ونجرسكو وتمرينات، يعني ان شاء الله باذن الله في رمضان الوضع هيبقى مختلف تماما. فانزل تحت دلوقتي اديني اللايك المتين وكومنت اي حاجه من تحت عشان تساعدني وتساعد القناه ان هي تكبر وتوصل لناس اكتر. وطبعا في ناس كتير قوي بتستخدم الريسبيز بتاعتي فحابب اشيرها معاك. لا ما انا خلاص عملتها كوتش اصلا قبل ما تبعت الريكورد ده، وعملتها كده سالت الحاجه فاهم، هي عرفت برضه عملتها كده في 20 15 دقيقه بالويم، حاجه توب التوب. انا ابويا اكل منها، ابويا اصلا اللي مش عامل دايت اكل منها ولا بيحب يشوفها، مامي اكلت منها. انا اصلا كنت عايز اصورها لك بس الحمد لله ما لحقتش، خلصت في ساعتها بجد يا جماعه. والله ببسط جدا لما حد بيعمل الريسبيز بتاعتي ويعمل لي تاج، وان شاء الله اللي جاي احلى واحلى واحلى. الواحد لسه حالق طازه، يعني مش عارف انتوا اصلا ملاحظين ولا لا. anyways هنبتدي بقى. ايه اول حاجه في تمرينه الرجل؟ لازم نسخن، وزي ما قلت لكم قبل اي تمرين لازم تعمل الدايناميك ستريتشز، اللي هي تقريبا بتحاكي التمرين العاديه بس بتعملها بوزن جسمك او بتعملها بوزن خفيف جدا. اول حاجه هنبتدي بيها هنعمل دايناميك ستريتشز للرجلين كلها بوضعية السكوات وبوزن جسمك، فيلا بينا. اهم حاجه يا جماعه وانتوا في وضعية السكوات ظهرك يبقى مفرود، اوعى تتنين، يعني القطنيه او القوس بتاع القطنيه بتاع الظهر اللي عامل كده ده يفضل زي ما هو كده. هنجيب حوالي 20-25 عدة كده. برضو جدا ما بين التمرينات ان انت تاخد سيبس من المية، سيبس يعني رشفات بسيطة مش تبلع للإزازة كلها، يعني حاجة كده خفيفة في النص علشان تستي هايدريتد او علشان تخلي جسمك على طول فيه سوائل، وده مهم جدا ان انت ما يحصلكش كرامبات او اصابات. تسخين رقم 2. لكل الناس اللي سالتني بقى ايه هي الادوات اللي انت بتستخدمها في البيت، تعالى اوريكم كده بسرعه قبل ما اخش في التمرين. طيب عندنا طارات عادي جدا بتركبها على الدمبل ده عادي، او ممكن تركبها على البور ده اهو. فاحنا عندنا بور، عندنا العقل اللي بتركب على الباب، وده كان بتاع ستارة بس قشطة ممكن استخدمه كبار احيانا. دي لما بعوز العب بنش عادي بحط مخدات وبرفع ظهري بيها. طبعا حبيبتي الانبوبة، الجراكن دي بملاها مية وهي مليانة دلوقتي بلعب بيها احيانا. اسلك مقاومة، ودي بتاعت البطن، والطارات اللي انا قلتها لكم مش حاجات كتير. يعني اول تمرين هنلعب سكواتس بالريزيستنس باند، وهوري لكم التمرين دي بالظبط بتحكي ايه. الفيديو بتاع النهارده ده هيبقى ان شاء الله كل التمارين بتحكي بالظبط الاجهزه اللي انت بتلعب بيها في الجيم. فاول تمرينه هتبقى بالريزيستنس باند. نثبت الريزيستنس باند في اي حاجه، انا هستخدم هنا السور بتاع البلكونه وهوريكم التمرين بتاعها عامل ازاي. وطبعا انت بتبتدي باقل شده، وبعدين كل ما بتزود في المجاميع كل ما بتزود الشده او الانتنسيتي بتاعت التمرين بتاعتك. احنا هنستخدم رابر باند واحد بس في الاول. ظهرك مفرود تمام، ثبته خلاص اهو. سكواتس عادي جدا، رجلك بتبقى مفروده شويه، وانت بترجع وانت بتطلع بترجع لورا، يعني انت مش بتطلع وتنزل كده، بترجع لورا شويه علشان تحط تنشن على الكوادز اللي هنا. بلعب التمارين دي قد ايه او العدات؟ بتبقى غالبا من 8 ل 12 عده، بس على حسب الانتنسيتي بتاعت التمرين. لو انا قادر اكمل ما بوقفش عند ال 12، من الاخر بوقف لما بتعب. اوكي يا شباب، ريحنا تقريبا 30 من 30 ثانيه لدقيقه دقيقه ونص، هنبتدي نخش في المجموعه الثانيه، وكل مره زي ما قلت لكم بنزود المقاومه. بس
زي ما قلت لكم، وانت بتطلع بتطلع لورا شويه. المجموعة رقم 3 هتبقى دروب ست، يعني هنلعب المجموعة رقم 3 بوزن تقيل جدا او اقل وزن عندنا، بعد كده هننزل وزن شوية، بعد كده هننزل وزن خالص علشان ندمر الرجلين. هستخدم الروبر باند رقم 3، عشان كده هستخدم 3، بعد كده 2 روبر باند، بعد كده 1. نزلنا واحد، فين في تمرين الرجل نفسك بيتقطع تماما. ودي اول تمرين، لسه في 4 تمارين كمان. حرقين دلوقتي 62 كالوري بس، 62 كالوري في تقريبا 10 دقايق. ده التوتال اللي احنا حرقناه دلوقتي حالا، 47 كالوري بس. في ناس بقى بتقول لك انت لو نطيت الحبل مش عارف 10 دقايق تحرق 800 كالوري و1000 كالوري وكلام عبيط كده. يا جدعان السعرات الحراريه دي ما بتتحرقش بالسهل، والله العظيم انت الواحد بيطلع عينك حرفيا علشان تحرق لك 100 كالوري 200 300، واقصى حاجه بتحرق، اقصى حاجه تمرين الرجل. وهنشوف في الاخر خالص هحرق كام كالوري، علشان الناس اللي بتقول لك انت بتحرق 500 كالوري ب 10 دقايق نط حبل بس، مش تعرفوا ان الكلام ده فاكس. تمرين رقم 2 يا جماعه هنحكي تمرين الهاك سكوات اللي هظهره لكم على الشاشه. ده هتعملها ازاي؟ هتنزل على الحيطه، هتبعد رجليك شويه عن الحيطه وظهرك مفرود، وممكن تمسك اوزان هنا طبعا، بس الاول ممكن تبتدي من غير اي حاجه بالبادي ويت بس، وظهرك مفرود وهتنزل وهتطلع. فاحنا هنبتدي بوزن خفيف الاول. بصوا يا جماعه، كنت وريتكم الحوار ده على التيك توك، انك تحط رباط ضاغط علشان تقوي الجريب بتاعتك او الريست. لو حد عنده الريست بتاعه مش قوي، عضله الريست، بيحاول يكبر المسكه. في اصلا حاجات بتتباع للجريب زي سفنجه كده بتحطها عشان تصعب المسكه وتخلي الجريب بتاعتك اقوى واقوى. فاحنا بنعمل الورك اراوند ده، بتجيب من اي صيدليه اللي هو الرباط الضغط ده وتلف حواليه علشان المسكه تبقى اكبر. ظهرك مفرود. تمارين الهاك سكوات ده من اكتر التمارين الافكتيف اللي بتاثر في تمارين الرجل. هنخش برضو 3 مجاميع، دي اول مجموعه منهم، وفي المجموعه الثانيه والثالثه بنحاول نزود المقاومه او الاوزان. زودنا الوزن اهو، المجموعة الأخيرة هنزود المقاومة بالريزيستنس باند. نكمل بالوزن بس كالوري اللي محروقين دلوقتي، والتوتال 116 بعد تاني تمرين.
التمرين رقم 3 هتبقى تمرينتين في بعض، دمبل سكوات بالمنظر ده، وان ليج سكوات على الكرسي. المسكه هتبقى بالمنظر ده كده، ظهرك مفرود ومثبتها على صدرك. ثبت رجلك على الكرسي، لاقي البالانس. ممكن تفك رجليك بقى كده بالمنظر ده، تنطرها هنلعب برضو من التمرين دي 3 مجاميع، وفي كل مجموعه بنزود الانتنسيتي او المقاومه او الاوزان. تمرين رقم 2 زودت مطار. مجموعة رقم 3 زودنا الوزن 3 طرات و3 طرات. مربع 50 كادري اكتف اتحرقت دلوقتي، و201 توتال. ال201 دول بيبقى في حاجة اسمها الافتر بيرن افكت، او تأثير السعرات الحرارية ما بعد التمرين. بتحرق برضو بس بتحرق نسبة بسيطة شوية، عشان كده التوتال بيبقى اكتر من الاكتف. الاكتف 156 دلوقتي، التوتال 203 او 204. تمرين رقم 4 واللابل الاخيرة هتبقى عاملة زي الليج اكستنشنز اللي انت بتلعبها بالجيم، بس هنلعبها انديفيدوالز او رجل وحدانية. هنلعبها بالريزيستنس باند على كرسي. تعملها ازاي بقى دي؟ هتحط الريزيستنس باند في النص بالظبط، يعني هتعمل الريزيستنس باند كده، النص بتاعه هنا يبقى السيمترية، وهتحاول تدخله ما بين رجلك الكبير او صباعك الكبير ده والصباع اللي جنبه بالمنظر ده. هنا دي كمان شوية، والجنبين دول هتشدهم وهتثبتهم في جنب الكرسي، بس ان رجلك بس تطلع بالمنظر ده. فاهم حاجة؟ زي الليج اكستنشنز بالظبط بتاع الجيم. وكل ما تزود المقاومه، يعني حاول تقصر المسافه، كل ما تمسكها اقصر من هنا من هنا من هنا، كل ما المقاومه دي هتزيد معاك. ممكن تلعبها 1 ليج اكستنشن او 2 ليج اكستنشنز عادي، بس انا بفضل خليها واحده واحده. بعدين لما تعوز تبدل بقى بتطلع رجلك التانية وتاخدها على صباعك الكبير على طول. دي المجموعة 1، ناقصنا مجموعة 2 و3 واخر تمرينة اللي هي بتاعت الخلفيات، ويبقى كده شكرا لليلة. لو هتزود ريزيستنس بين تاني، والتاني طوله مش زي الاولاني، يعني بصوا التاني ده قصير وده طويل، فانت عشان تلاقي السيمترية هتلصص الاولاني اهو، دي نقطة النص، وهتيجي على نفس الفكرة برضو عند التاني وهتنصص النص اهو، والنقطة دي والنقطة دي حطهم على بعض كده، وتمسك من هنا وتمسك من هنا عشان يبقى الحلم متساوي تقريبا على الناحيتين، ومن النص بقى تحشر صباعك على التو ريزيستنس باند بالمنظر ده، وتمسك بنفس التكنيك الاولاني. في التمرين رقم 3 هنلعبها دروب سيت، هنستخدم تو روبر باند وبعد كده هننزلها لوحدها بس بالرجلين مع بعض لحد الفيلير، او لحد لما تحس ان انت خلاص مش قادر ترفع ولا عدى كمان.
اخر ثانيه. تمرين رقم 5 والتمرين الاخرين يا جماعه هتبقى تمرين خلفيات. هتلعبها ازاي؟ هتجيب فرسيين عشان هتنام على بطنك فيهم كده زي جهاز الخلفيات بالظبط اللي بتنام على بطنك، وبترفع الوزن برجليك. هوريها لكم بالدمبل، بس ركزوا في التكنيك ده عشان تعرفوا ترفعوا الدمبل صح. بتحاول تحشر الدمبل ما بين رجليك عند الكعب بتاعك كده، الستاتيك ستريتشز والديناميك ستريتشز. لما قلت لكم الستاتيك بتتلعب بعد التمرين، بتتلعب في الوقت ده اللي هي العضله بتبقى سخنه النار، فانت لما تعملها ستاتيك ستريتشز تساعدك في حوار الموبيليتي او في حوار الفلكسبيليتي. فاحنا نعمل شويه ستاتيك ستريتشز كده، وزي ما وريتكم الديناميك ستريتشز دي تبقى قبل التمرين. طبعا انا عندي الموبيليتي في الضياع بس قشطه يعني. ليك مفروض للاخر، طبعا انت المفروض تلمس الارض بس انا مستحيل اعرف المس الارض. 30 ثانيه تقريبا. تفرد دي وبتنزل دي علشان تشد الوتر اللي هنا. ان بترفع رجلك دي كده وتخلي دي في نفس حزة دي، تقفشها كده. بص ما تخليش رجلك دي لقدام، خليها لورا كده في حزة دي عشان تشد العضلات اللي هنا، عضلات الكوادز. افتح بقى زي حوض كده، طبعا لو اتشقلبت من هنا السنة الجاية مش عارف افتح حوض. وجع بقى هنا بيبقى رهيب. بعد التمرين الفشيخة دي 54 دقيقة، تعالى كده عشان تشوف. شايفين الاكتف 251، التوتال 321. تخيل في 54 دقيقة او في ساعة تمرين رجل اللي انت حرفيا انت بتشحر فيها، حرقت شاكب راكب كده 321 كالوري. عشان كده بس ايه، لما عايز بس يبقى عندكم خلفيه، لما حد يقول لكم اتحرق 800 كالوري في 10 دقايق نط حبل، تبقى عندك خلفيه يعني ايه 800 كالوري. 323 كالوري في ساعه تمرين رجل ولا 10 دقايق نط حبل، متخيلين الفرق بين الاثنين؟ يبقى انا هنهي من هنا من على الارض الفيديو ده لاني مش قادر اقف بصراحه. فاتمنى ان الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش لو ما تشوفوني تشتركوا في القناه عشان ان شاء الله الفيديوهات الجايه هتبقى احلى واحلى واحلى. اشتري ملابس رياضيه في كود الخصم من ماجدتين في الديسكربشن بوكس. واخيرا اللي عايز تتابع معايا اونلاين بخصوص الاوفر بتاع رمضان يبعت لي رساله على الانستجرام، الاولويه هتبقى للي بعت لي رساله الاول لحد ما العدد اللي عندي يكتمل. شكرا شباب، ان شاء الله اشوفكم الفيديوهات الجايه، وكل عام وانتم بخير. بيس.